الحمد لله على السلامة. مصر أكتر دولة بتطلع فيها ظواهر، منها الحلو ومنها الوحش، تقليع كتير. بس من كام سنة كده ظهرت حاجة اسمها أغنيات المهرجانات، ناس حبيتها وناس كرهتها، وناس بيشتموها الصبح ويرقصوا عليها في الأفراح بتاعت ولادهم بالليل. المهم إن ظاهرة المهرجانات دي بقت في كل حتة، وطبعا العشوائيات وكلام كتير جدا جدا جدا. لكن يمكن في ناس كتير قوي بتحاول انها ما تتكلمش فيها علشان ما تثيرش جدل، علشان ما تضايقش حد، انما في الاخر هي ظاهره وموجوده واثبتت نفسها، ولازم ان احنا نناقشها. وموضوعنا النهارده او موضوع فيلم النهارده بيناقش هذه الظاهره. ده ظاهره يرتبط بيها بني ادمين، انسان في الاخر، عجبك شغله او ما عجبكش، لكن هو انسان له حياه جذبت صناع السينما واتعمل عليها فيلم. وصناع السينما اللي بيتكلم عليهم، وتحديدا صناع فيلم المهرجان اللي بيتكلم عليهم النهارده، يسعدنا يكون معانا المخرج حسام الجوهري، السيناريست محمد عبد المعطي، استاذ محسن منصور حبيب. الفنان محسن منصور وياسمين كساب، احد بطلات الفيلم، لان الفيلم طبعا فيه ابطال كتير، فيه طبعا امينه خليل، وفي انت عارف بقى ابطالها كمان يا حسام، فيفتي وسادات، عايده رياض، رامي خيط، مش عايز انسى حد، سلوى عثمان. يعني في ابطال كتير جدا، وطبعا يعني في ابطال يمكن ما قدروش يبقوا معانا النهارده. انتوا النهارده الفيلم بينزل مش كده؟ النهارده اول يوم، اول حفله شغاله دلوقتي حالا ان شاء الله، حالا في ساعات الاشاده السابقه لبرنامج مصر البيت الكبير، حفله تسعه. محمد، يعني خلينا نتكلم على الموضوع الاول، بما ان انت اللي كاتب الفيلم فهنمشي بترتيب كتابته وبعد كده نخش في اخراجه وتمثيله. ليه الموضوع ده تحديدا؟ ليه لموسيقى المهرجانات؟ الموضوع ده عشان الموضوع ده الفترة اللي فاتت نجح أفلام كتير، نجح أفلام كتير، نجح جدا، في أفلام عملت ملايين، إن هو مجرد حاطط أغنية من الكلام ده، والموضوع ده بيتشتم ليل نهار، وفجأة الناس اللي بتشتمه فجأة بتلاقيه تروح لأفراحهم بالليل تلاقيهم مشغلينه. فحبيت أعرف مين دول، الناس بتسمعهم ما يعرفوش مين دول. دول ولاد غلابة، ما معظمهم ما قدرش يكمل تعليمه، حس ان هو عنده امل في حاجه معينه، اللي هي سواء صوته او رأسه او فده كان النفس الوحيد اللي يقدر ياخده. الناس دي بقى عايزه تكتمله النفس ده. احنا بنقولش حلو ولا وحش على فكره، يعني انا في الفيلم ما بنقولش ده موضوع كويس او ده موضوع وحش، سايبين الناس هي اللي بتستعرضوا القضيه، بنستعرض الظاهره دي جت منين. ما هي الظاهره دي غريبه، ما هي موجوده في كل حته، يعني فعلا بيعملوا الاغنيه. هل هم شايفين انه في فن فعلا ورا الموضوع، ولا هم مقتنعين ومصدقين جدا؟ وده اللي يخدك بقى. لا، وموجهين الموضوع. يعني ايه موجهين ازاي؟ يعني انا في اول قعداتي خالص معاهم، ففجاه لقيت مزيكا مختلفه بيلعبوها كده، فبقول لهم ايه ده، دي غريبه شويه عن اللي انتوا بتعملوه. فلقيت عمرو، اسمه عمرو حاحا، ده اول واحد خالص في الموضوع، فلقيته بيقول لي لا، ما هي دي انا عاملها مصرحه علشان اللي بيسوق الموتوسيكلات الصيني والحاجات دي يعرف يجري وياخد ورا زول. فايه ده، هو عارف هو رايح فين؟ حاطه في المود يعني. لا، هو عارف هو رايح فين وبيخاطب مين. يعني هو عمرو حاحا قبل شحته ولا شحته قبل حاحا؟ يعني هي قصص متداخله كتير، بس الفيلم مش مركز على شخصيات معينه ان هم دول اول ناس. مش مركز، انتوا عندكم دراما في الاخر، ده فيلم في الاخر. مظبوط مظبوط مظبوط. ويعني في حدوته بغض النظر عن انه بيلمس في قضيه طبعًا موجوده واحنا عايشينها، انما في الاخر ده فيلم، البدايه ووسط ونهايه. مظبوط مظبوط.